عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر، تقبل طاعتكم، يناكم في برنامج فيهم خير، نقابل فرق تطوعية في الميدان ونشوف التحديات والصعوبات اللي قاعد يواجهونها. للعلم ترى بالكويت عندنا 200 فريق تطوعي مرخص يتبع وزارة الشؤون، كل في ميدانه وكل في تخصصه. شوفكم على خير، خليكم معنا في أولى حلقات فيهم خير. أنا سألت عنك، الكل الفرق يقولون روح قابل صفاء، روح قابل صفاء، شنو اللي عند صفاء ما عند غيرها؟ قابل الجيل، ولا إحنا لو ما ببركة وجود هالأجيال ما نشتغل، وهمتهم هم اللي يعطونا همة صدق، يعني أنا أقول لهم سبحان الله شوف إقبالهم يعطيك دافع إن تسوي كل يوم. أقول لهم ساعات أقول أنا تعبانة، أقول لا همة هالجيل ينشطنا. إحنا والله الصراحة ما نتعامل مع مطاعم، إحنا عادة شغل بيوت اللي لنا. إلا السمبوسك، لأنه ما حد رح يقلينا 1500 حبة السمبوسك كل يوم، زين نروح حق مطعم، مطعم معروف يقلينا السمبوسك يبنى يالين. إحنا حاليا لجنة الاستقبال نستقبل الأعضاء الجدد، نسجل أساميهم وندخلهم بالجروب معنا عشان يكونوا معنا بالفعاليات الثانية. أي والجدد نعطيهم البست معنا عشان يكونوا كلنا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. علينا وعليك. كل قاعد تسوون كان حب السمبوسة، هي سمبوسة جبن خضراء، قاعد نغلفهم ونحطهم ويوصلون هناك وينحطون بالبقرة. أنت متطوع إيش كثر صار مع فريقنا؟ الحين كمل 6 سنين 5 سنين. شنو انعكس التطوع على حياتك؟ شو اللي تغير بموضي قبل التطوع بعد التطوع؟ حسيت في وايد بركة على حياتي، قمت آخذ الله يعطيني قد ما أنا قاعدة أعطي بالتطوع وايد. يعني بركة؟ بركة صدق والله، يعني أعطانا إحساس العطاء، يعني أننا نبي نساعد الناس. صراحة يا بالبركة بحياتنا، تجربة جدا جميلة. أنا يمكن هذا ثاني يوم، وما شاء الله يعني قاعدة أشوف البنات شلون قاعد يطوعون، شلون الروح حلوة وإيجابية هني وايد، وايد أشجع البنات إنه ممكن إذا ما عندهم شيء وقت فراغهم يستغلونه ويقومون بالعمل التطوعي. والله الفريق فريق متعاون، تجربة جميلة جدا، تشرح الصدر، نستانس لما نوزع على العمال، يثلج دون يعني شيء وايد. شو اللي تغير شخصيتك؟ يعني صار طبع التعاون، أحب